السلام عليكم جميعا، نتمنى انكم تكونوا على خير. هذا الاسبوع كنت واجد في تونس وبالضبط في مدينه سوسه اللي كان الاسم ديالها ادريمت في عهد الرومان. وهذا الفيديو صورته من المتحف ديال سوسه اللي فيه اثارات الرومانيه اللي منهم لوحات ديال الموزايك والاواني اللي كانوا يستعملوا يوميا في العهد ديالهم وبعض التمثالات او التماثيل. نخليكم مع الفيديو. Thank you.
كنتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو، ونقول لكم خليتكم بألف خير، ونتلاقاو في الفيديو المجيء إن شاء الله.